مرحبا، كيفكن؟ أهلا وسهلا من فريق يلا عربي. أنا غريس. عادة بقدم البداية البودكاست بالإنجليزي لأنه نحن لما عملنا البودكاست استهدفنا الأشخاص يلي عم يتعلموا العربي وهني غير ناطقين باللغة، بس البودكاست هو بالعربي مش بالإنجليزي، المقدمة بس عم بتكون بالإنجليزي. أنا عم بحكي الإنجليزي بالمقدمة لحدا يمكن ما بيعرف العربي 100%، لحتى خلال دقيقة واحدة يعرف عن الشخص بالحلقة بشكل مختصر. فخلينا نبلش. Hi and welcome back to today's episode of Learn Arabic with Transit Station محطة عبور by يلا عربي. يلا عربي is an educational project and Arabic academy started by an Arabic teacher and an Arabic student. We created an original curriculum for learning Levantine Arabic for all levels, from zero to advanced, and we also offer other dialects and Fusha. So please don't hesitate to reach out to us if you're interested in taking classes. We are always welcoming new students from around the world to take classes online and in person at our locations in Beirut, Damascus, Cairo, Amman, Dubai, Berlin, and in the United States. More information about classes can be found on our website. We're not just about the textbooks, though. As part of our educational project, we are also constantly working on creating materials, such as this podcast, for learners outside the classroom. Each and every episode of this podcast comes with a free PDF transcript and translation. These can also be found on our website, yellaarabi.com. So thank you for listening to this podcast. It really means so much to us and encourages us to keep going. So if you would like to join classes or support us through Patreon, you can find all of those links along with the link to the transcript of this podcast in the description. Al-Mutanabbi was a renowned poet from Kufa Abbasid Caliphate during the 10th century, known for his prolific output of 300 folios of poetry during his tenure the Hamdanid court of Emir Saif al-Dawla in Aleppo. His intellect and incisive style made him popular, and his works, covering topics like courage and philosophy, remain influential. Translated into over 20 languages, his poetry continues to be celebrated in the Arab world and beyond. المتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبي والملقب بشاعر العرب. ولد بالكوفة عام 915 ميلادي ونشأ فيها. إله مكانة سامية ما حصل على مثل غيره من شعراء العرب بعد الإسلام. بينوصف بأنه نادرة زمانه وأعجوبة عصره. ظل شعره لليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء. المتنبي شاعر حكيم وواحد من مفاخر الأدب العربي، وبتدور معظم قصايده حول نفسه ومدح الملوك والأمراء. قال المتنبي الشعر هو بعده صبي، ونظم أول أشعاره وعمره 9 سنين، واشتهر بحدة ذكائه واجتهاده على نفسه. كان المتنبي صاحب كبرياء وشجاعة وطموح، وكان محب للمغامرات. كان يعتز بعروبته ويفتخر بنفسه من خلال أشعاره. كانت أفضل أشعاره تتعلق بالحكم وفلسفة الحياة ووصف المعارك. كان المتنبي شاعر مبدع وعملاق وغزير الإنتاج، وبينعد بحق مفخرة الأدب العربي. هو صاحب الأمثال والحكم والمعاني المبتكرة. لاقى المتنبي الطريق خلال تنقله مهيأ لموهبته الشعرية الفائقة لدى الأمراء والحكام. ما بيقوم شعره على التكلف والصنعة لا تفجر أحاسيسه، بل كان بيمتلك ناصية اللغة والبيان. ترك أبو الطيب تراث عظيم من الشعر القوي والواضح، بيتقدر بحوالي 326 قصيدة،
وبتمثل عنوان لسيرة حياته. صور فيها الحياة بالقرن العاشر الميلادي، أوضح تصوير. شهدت الفترة اللي نشأ فيها أبو طيب تفكك الدولة العباسية، وكانت فترة توتر وصراع عاش العرب والمسلمين، وكان السلطان الفعلي بإيد الوزراء وقادة الجيوش ومعظمهم من غير العرب. بعدها ظهرت الدويلات والإمارات المتصارعة ببلاد الشام، وتعرضت الحدود لغزوات الروم وللصراع المستمر على الثغور الإسلامية، وهالشيء أدى لظهور الحركات كمان مثل حركة القرامطة. كان كل وزير وكل أمير بهالكيانات السياسية المتناحرة له مجلس بيجمع فيه شعراء والعلماء، وبيتخذ منهم وسيلة دعاية وتفاخر ووسيلة صلة بينه وبين حكامه والمجتمع. والشاعر اللي بيختلف مع الوزير بهالإمارة بيروح لغيره. كانت نشأة المتنبي بهذا العالم المضطرب، وكان واعي بذكائه الفطري على الشيء اللي عم يصير حواليه، فجهز نفسه وثقف بشكل جيد، وبالتالي صار له شان مهم أثمر عن عبقرية في الشعر العربي. كان أبو الطيب من شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني بحلب اللي قربوا له كتير، وصار بينهم مودة واحترام، وخاض المعارك ضد الروم معه. تنعد القصايد اللي خص سيف الدولة فيها من أصفى شعر المتنبي، لكن حافظ المتنبي على عادته بإفراد الجزء الأكبر من قصيدته لنفسه وتفضيله على ممدوحه، يعني يلي بيمدحه، وهالشي أدى لحصول فجوة بينهم ووسع يلي بيكرهوه اللي كان عددهم كبير ببلاد سيف الدولة. عاش أبو الطيب مكرم ومميز عن غيره من الشعراء بحلب، وكان سيف الدولة يراعي إحساسه وطموحه وكبرياءه، وكان يلقي الشعر أمامه وهو قاعد، بينما كان باقي الشعراء يلقوا أشعارهم وواقفين. بس بلش سيف الدولة يغير اتجاهه، وصارت المسافة عم توسع بين الشاعر والأمير، وأصاب الشاعر خيبة أمل لما رمى أحد الشعراء بدوات حبر وما ثأر إله الأمير، وحس بجرح لكرامته. ما قدر يتحمل المتنبي هالإهانة، فعزم على المغادرة، وكانت مواقف العتاب الصريح والفراق. ويقال إنه جفوة الأمير اتجاهه تتعلق بحب المتنبي لخولة شقيقة سيف الدولة اللي رفاها المتنبي بقصيدة ذكر فيها حسن مبسمة، وكان هذا ما بليق برثاء بنات الملوك. وبعدها انتقل المتنبي لمصر ومدح كافور الأخشيدي. أقام أبو الطيب بمصر فترة من الزمن عم يترقب الفرصة حتى يصعد سلم المجد على كاهل الأخشيدي، لكن كافور كان عنده خوف من المتنبي بسبب تعاليه الظاهر بشكل واضح من خلال شعره وطموحه، مشان هيك ما أعطاه كتير من الأهمية. هالأمر أزعج أبو الطيب، لهيك غادر مصر وراح على بغداد بعد ما هجل كافور بقصيدة شعرية لاذعة. ما مدح المتنبي سيف الدولة وكافور فقط، وإنما مدح أمراء بلاد الشام والعراق وبلاد فارس، بالإضافة للأمير عضد الدولة حاكم شيراز كمان. كان شعر المتنبي صورة صادقة لعصره، فمنشوفه بيحكي عن شو كان بعصره من ثورات واضطرابات، وبدل على ما كان فيه من مذاهب وآراء ونضج العلم والفلسفة. ذكر المتنبي بشعره كمان طموحه وعلمه وشجاعته وسخطه ورضاه وحرصه على ماله. اتجلت القوة بمعانيه وألفاظه وعباراته وخصوبة خياله. أجاد المتنبي وصف المعارك والحروب البارزة اللي دارت بعصره، وخاصة بحضرة وبلاط سيف الدولة. تعتبر أشعار أبو الطيب سجل تاريخي لكل الأحداث بعصره، كما وصف المتنبي الطبيعة وأخلاق الناس ونوازعهم النفسية. ما أخذ الهجاء مساحة كبيرة
بشعر المتنبي، وكان بهجاءه يقدم حكم تخضع لمبدأ أو خلق، وكان يلجأ للتهكم أو استعمال ألقاب تحمل بموسيقاها معناها وتشيع جو السخرية بمجرد لفظة. اشتهر المتنبي بالحكمة حتى صارت أقواله ماشي على لسان الناس كأمثال. قتل المتنبي 965 ميلادي على يد فاتك الأسدي، وهو خال ضبي بن يزيد الأسدي اللي هجاه المتنبي بقصيدة شديدة الهجاء وشنيعة الألفاظ تحتوي على كثير من الطعن بالشرف. تقاتل الفريقين بمنطقة النعمانية جنوب غرب بغداد، وقتل هو وابنه وغلامه مفلح بينما كانوا راجعين على الكوفيه.